بس بس يا حبيبتي بس. بس ايه ده؟ انت نمتي؟ لا لا معلش يا جوجو، بس انا ما نمتش طول الليل، القلق على علي. علي ضاع يا جوجو ضاع. لا يا حبيبتي علي ما ضاعش ولا حاجة، تلاقيه بس راح الشغل. لا ما راحش الشغل، اصل انا كلمت كمالية الصبح عشان تقدم لي على اجازة، وبعدين قال لي انه ضاع. ما جاش. يبقى علي ايه؟ يبقى علي ايه؟ يبقى ضاع. لا يا حبيبتي علي ده زي القرش البراني، هيلف يلف ويرجع لك تاني. صح، هو زي القرش البراني اه، بس مش هيرجع تاني. علي ضاع. ضاع. في مين اللي ضاع؟ الشمشم؟ لا اهل فردته، قصدي علي. علي ضاع يا زموره. طب ما مفيش فرق زي الشمشم. اخس عليك يا زموره، كده تقول كده على علي برضه؟ لا انت مش طول عمرك بتعاملين معامله الشمشم. صح صح. اه والله عنده حق، انت عارفه اي شيء يزيد عن حقه يتقلب ضده. ايوه ايوه، بس هو ما اتقلبش بقى، هو اختفى خالص خالص. المهم انت عملت ايه يا سميره؟ انا كمسؤول اتصرفت، اتصلت بجميع المسؤولين عن الشباشب الضايعه والاباقيب الضايعه، ورحت في مناطق كلها ايه، صفت اللبن، باب اللوق، المناطق دي مفقود يا ولدي. وقفت بتقول لك خلاص يا حبيبتي، يبقى لازم نروح القسم ونعمل محضر. ما استنيتش، انا رحت القسم وانا بوصل العيال المدرسه الصبح، عديت على القسم على حسين جوز كاميليا، عارفاه؟ ايوه. عديت عليه وقلت له عايزه اعمل محضر. طب قال لك ايه حسين بقى؟ قال لي ما ينفعش، لاني ما ينفعش اعمل محضر اللي هو بتاع التغيب ده لحد ما يعدي 3 ايام. طيب خلاص 3 ايام يا لهوي، ده يكون اتخطف لبلد تانيه. اتخطف؟ علي اتخطف يا جوجو؟ اتخطف؟ ايوه يا حبيبتي ايوه، ممكن كمان يكونوا قطعوا اعضاؤه وباعوهم. لا اعضاؤه؟ لا اعضاؤه لا يا حبيبي علي، اعضاؤه. يا ستات انا بقول نستنى يوم كمان عشان يكون 3 ايام. 3 ايام؟ اهربي لانها بدات تتحول. انا مش قادر اقوم. قوم انت. لا اقوم ايه، انا اتحولت خلاص. بس بس يا حبيبتي 3 ايام.